دكتور محمد، برأيك لماذا تقوم الهند بتلك الاستفزازات؟ يعني المتحدث باسم الحزب الحاكم حينما يخرج ليسيء للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن زواج النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام من أمنا عائشة بتلك الطريقة اللا إنسانية وبتلك الطريقة المهينة للمسلمين، بماذا تعلق على هذا الأمر؟ هذا هو جاهل، والجاهل والأحمق يفعل ما يشاء، وخاصة إذا ما اجتمعت الجهالة والحماقة في شخص ما فإنك تستطيع أن تتعامل مع الحيوان أفضل من هذا الإنسان. هو يريد الاعتداء على المسلمين، يريد أن يعكر الصفوة وجو المسلمين، هو يشوه المسلمين، لا يستطيع أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهو يصف طبعا الجاهل يقول ما يشاء ويعبر بما يشاء ويفعل ما يشاء، وإذا اجتمعت الجهالة مع الحماقة فعلى الدنيا السلام. فهذا رجل جاهل وغير عاقل، ضف إليه الحماقة. لذلك قال الحكماء قديما لكل داء له دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. فهؤلاء حمقى جهل مغفلين، ولا ذلك لا يلتفت إلى ما يقولون، وإنما نرد فقط لكي يشعر أن في الأمة رجالا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك في الأمة رجالا أقوياء يذودون عن دينه وعن عرضه وعن شخصيته. أما أم المؤمنين فهي بريئة من هؤلاء السفهة الذين لا عقول لهم.